أجدادي 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 الغاليين وحشوني، لما قريت عنهم عجبوني وبقوا صحابي جوا كتابي، وبقوا صحابي جوا كتابي. نفسي أشوفهم يوم بعيوني، نفسي أشوفهم أعمل إيه. خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، وحسافر في الزمن الماضي واجحكلكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا ترماي؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ ده انا عندي البنورة يا بيه، بنورة النورة المصفورة، افتحها واشوف اثرات ومعالم مشهورة عمرها بالوف. اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة زي المألوف. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. أسجل اللي أشوفه وقابل جد وخوفه وجد وعمر لما نزل في اسكندرية. منفي وطيبة أرض الطيبة، منفي وطيبة أرض الطيبة، إحنا ولادها وهي حبيبة. طلع على سينا وانطارد جيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراي مينا في أبيدوس. ناخد مع بعض وندي والدور بينا مناقشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسكة حمر على قصر شجرة الدر، على قصر شجرة الدر. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. ترفع الطقطاوي، يا سلام يا سلام، سلام يا سلام، يا سلام يا سلام، وصلاح الدين الأيوبي نضرب له سلام، نضرب له سلام، نضرب له سلام، وجمال الدين الأفغاني ايام جدودنا
حبيتوها هترجعوها للناس منارة. اجهدكم انتم يا ولاد راح يرجع مجد الأبداد، راح يرجع مجد الأبداد. صباح الخير، صباح الخير يا استاذ عز. الاستاذ عمو فؤاد فين لو سمحتي؟ استاذ عمو فؤاد في 44 قف ميم. ربنا يكبر بخط فين كام؟ 44 قف ميم. في شبرا. لا يبقى في السيدة عند الحنفي في المنيا هناك. الحنفي امال عندي ده سوق ايه؟ مش هتفهمني. روح لحالك، روح لحالك يا ابني، خلينا نخلص شغلنا. بقول لك ايه، ما تنحليش، امشي. ايوه يا استاذ، سامعني عمو فؤاد؟ دسوقي. نعم. مش عارفه اشتغل، متلخبطه. الاستاذ طالب مني معلومات عايزه اديها له. اديها له. معطلني. ما اديها له، مش همد ايدي على اي حاجه. اديله، انا مش همد ايدي على حاجه. بتديها له، اصل انا وحشني قوي نفسي اسمع صوته لانه غايب عني بقاله مده. استاذ ممكن اسال سؤال يا استاذه عزة؟ هو هيقابل مين؟ الملك؟ هيقابل انه ملك النهارده؟ مش ملك، هيقابل ملكه. خلاص ملكه، يا بخته ملكه. ايوه يا استاذ. ايوه سامعني. ايوه يا استاذ، المعلومات اللي حضرتك طلبتها مني حضرتها لك. اسمع يا سيدي، الكتاب بيقول الملكه حكمت مصر 20 سنه من 51 قف ميم الى 31 قاف ميم، وهي بنت بطليموس الثاني عشر. والكتاب بيقول الملكة دي فادت مصر بروحها صحيح، والتاريخ كان ظلمها، لكن الابحاث التاريخية الحديثة ادتها حقها واعتبرتها من الابطال. كنت هقولها. تعرفي مين أعظم بلد في العالم؟ روما طبعاً يا مولاتي. فعلاً روما بلد عظيمة قوية، إمبراطورية كبيرة، علمها بيرفرف فوق كل البلاد اللي احتلتها. لكن مش هتقدر تحتل مصر وتطويها تحت رايتها. جلالتك بذكائك وحكمتك عملتي كل اللي انت عايزاه. اللي أنا عايزاه حاجة واحدة بس، إن مصر تفضل حرة. إيه ده؟ مين ده؟ المخلوق الغريب هنا، أنتوا بقى بتدوروش ليه؟ ها؟ ورايا، أنا بقول ورايا، اتفضلوا. ورايا. ايه لا ماشي حال. انا سيبوه. مولاتي، انا عندي خبر خطير ومهم جدا ليك يا مولاتي. ايه هو الخبر اللي عندك؟ يوليوس قيصر. ماله؟ البقية في حياتك. انت بتقول ايه؟
اتلموا عليه يا مولاتي في روما وضربوه بالخناجر. حتى بروتس صديقه الحميم كان آخر واحد ضربه. ومات يوليوس قيصر وهو بيقول حتى أنت يا بروتس. والحكاية دي حصلت إمتى؟ حصلت النهاردة يا مولاتي. النهاردة؟ وإزاي؟ إزاي الخبر يجي من روما لحد اسكندرية في نفس اليوم؟ يا مولاتي لا مؤاخذة، ده موضوع عايز شرح. هو في الواقع أنا جاي يا مولاتي من الزمن الآتي، وجلالتك عارفة إن الأجيال الجديدة بتكون عارفة دايماً أخبار الأجيال اللي قبلها، بناخدها في كتاب التاريخ وبنمتحن فيها. إيه التخريف اللي أنت بتقوله ده؟ أنت مين؟ أنا واحد من أحفادك، فاهم قصدك ومرادك، فاهم إنك بتضحي براحتك وسعادتك، وكمان هتضحي بنفسك ذاتها من أجل بلادك. أضحي بنفسي؟ وحتقولي فداك يا مصر روحي تهون، تهون الدنيا مهما تكون، هلمي إلي منقذتي هلمي، وأهلا بالخلاص وقد سعالي، تراب الأرض دي أفدي بدمي، ويفضل اسم مصر الغالية غالي، تروح الناس وتيجي مصر باقية، ومنقوش في الحجارة مصر فزة، غيطان الأرض تعطش مصر ساقية، ودايرة على القلوب ترويها عزة. توتا 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 توتا، آلي آلي الحدوتة، من ضمن آلاف الحواديت. بكرة معدنا مع أجدادنا هيكون بينا كلام وحديث. والفصورة في البنورة، الفصورة في البنورة، من يوم واحد إلى تلاتين هنشوفها نشوفها هنشوفها، والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين 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 مين، وهو ده المطلوب يا ولاد. عمو فؤاد ويا الأجداد راح يقابلهم واحد واحد، ويدردش مع ثلاثين واحد.